كتبدا القصة مع واحد الصاد سميتو اخيل. هاد اخيل خدمته هي التمثيل، ماشي شي ممثل نيت كيضرب بريكولات وصافي. مرة في اشهار ديال دوا كيطيح الوزن، مرة في كليب، ويقدر يضرب معك حتى حكم في شي تورنوا ديال الكريكيت. والحاجة المشتركة بين كاع هاد البريكولات هي ديما مكبتة معاهم في التالي حيت كيغمقوا عليه في الخلاص. في الاخر ديال النهار تحرك لواحد البلاصه كيتورنيو فيها، والتورناج تورناج يعني كيصوروا فيلم وازقي معنا رمضان هذا. تما غنشوفوا خطيبته ساكشي، صاحبنا واخا مقرد وعطاه غير الجلويق كيعرف يختار الزين. ملي سالت اللقطه ديالها في واحد الفيلم خداها معاه وخرجوا يتسركلو. بقاو كيدورو كيضحكو، سولاتو فوقاش يدوي مع باها، قال لها مال با كيخلعنا اليوم نمشي ندوي معاه. داكشي اللي كان اللي يمشي عنده جلس معاه. سلام عمي انا جاي طالب راغب. سولو باه فاش خدام، قال لي كنضرب بريكولات مره هنا مره لهيه. بدا با كيضحك وقال لي بهاد البريكولات ناوي تعيش لي بنتي. رد عليه اخير بلي ساكشي عارف هاد الشيء وموافقه تعيش معاه غير بالخبز والماء. باه كيسمع هاد الشيء دار فيه الخبز والماء بايع لك دجاجه، انا حالفي الا ما كانش مليونير في حالي والله الا خدا بنتي. صاحبنا ما عجباتوش الهضره ديال باها، ولكن راه عنده الحق. في الاخير وعدوا صاحبنا بلي غيولي مليونير ضد فيه وخرج من تما. صباح خدا مع صاحبه ومشي يشوف با في السبيطار. ملي وصل للشومبر اللي جالس فيها لقى عاطيها الضحك والنشاط مع الفرمليه في حيله عمرو مرض. سولته الفرمليه علاش جالس هنا كيضيع لولده فلوس وهو كاع ما مريض، قال لها باش نضحك وننشط ونتعرف على فرمليات زوينات في حالك، واصلا هذاك اللي كيخلص التكاليف ديال السبيطار راني غمربيه ماشي ولدي. وهو كيقول لي هذا الشيء غيكون اخر واقف موراه وسمع كل شيء. شنق على حبه وسولو فين والديه الحقيقيين. الشيباني شافو حاقد ويخلي ضربوه وهو يبدا يعاود ليه. قبل 30 عام كان ركب في شي تران وكان حداه مين اخيل. بقاو كيديو ويجيبو في الهضره وعرف منها بلي ولدته مع شي حد بلا زواج، وهي مازال كتعاود ليه داك التران دار حادث وماتت وهو بقى بوحدو كيبكي فوق السكه. الشيباني في الاول كان غيسمح فيه تما، ولكن ملي سمعهم كيقولوا بلي غيعطيهم 100000 تعويض لاي واحد مشى لشي حد في هذا الحادث خداه ومثل بلي باه امه اللي ماتت مراته باش ياخذ عليها التعويض. صاحبنا ملي سمع هاد الشيء تدمر. الشخص اللي حياته كامله هو مقابله مع اللي فيه طلع ماشي باه، ومن الفوق يستغلو عطاه قتله ديال الكلاب وتحرك من تما. ملي رجع للدار بدا كيقلب في واحد الصندوق قديم عندهم تما، الا وعسى يلقى شي حاجه من الفلوس اللي كان كيعطي للشيباني شحال هادي. ما لقاش الفلوس ولكن لقى شي حاجه احسن، لقى رساله وحده تنسلا فيها الصوره ديال والديه الحقيقيين. ملي شاف ديك الصوره لقى بلي باه ملياردير معروف سميت جوري، وهو كيحاول يستوعب هاد الشيء سمعهم كيهضروا عليه في الاخبار. كانوا كيقولوا بلي في هاد النهار مات التاجر الالماس والملياردير جوري، وخلى 30 مليار غتكون من نصيب اي واحد من الاقارب ديالو حيت جوري ما عندوش الاولاد. صاحبنا كيسمع هاد الشيء كان غيطير بالفرحه. نهار لاخر شط الطياره ديريكت للقصر ديال جوري. ملي دخل لقى كلشي مجموع على قبل الكنازه، لا حصاك ديالو ودار براسو بقى فيه الحال. هو كيبكي سولوه الناس شكون هو، قال لهم المحامي ديال با حبيب هذا ولد جوري غير الشرعي، حيت المحامي كان عارف القصه ديال جوري مع مين اخيل وتوقعوا يجي ملي يسمع موت باه. مور ما سالت الكنازه وتفركتات الجقله سول المحامي فوقاش يمكن ليه ياخذ الورد ديالو. رد عليه بلي باه قبل ما يموت خلى وصيه وهب فيها كاع الممتلكات ديالو لواحد الصاد. صاحبنا ملي سمع هاد الشيء سخط، سول المحامي شكون هذا اللي زرب لي على حقه، قال لي راه في المكتب ديال باك. صاحبنا كيسمع هاد الشيء جدا بجريه وحده للمكتب. ملي فتح الباب وشافو تصدم، اللي زرب لي على الاملاك ديالو طلع كلب. صاحبنا ملي عرف هاد الشيء شويه ما يتفروح، سول المحامي علاش باه دار هاد الشيء، قال لي بلي في واحد النهار تعرض لحادث وهاد الكلب عتقو. داكشي علاش ولا كيحس براسو ما دير ليه بحياته وكتب ليه كلشي قبل ما يموت. في العشيه نشوفو جالس مع صاحبو جونغو وكيعاود ليه هاد الشيء اللي وقع. في الاخير الصاك ديالو وطلب من صاحبو يرجعو للهند. جونغو ما تسرطاش لهاد اللعيبه، بدا كيغوت عليه وقال لي من نيتك تخلي الكلب يدي لك كلشي وترجع للهند تعيش بحال الكلب. سولو شنو بغا يدير، قال لي نصفيوها ليه. صاحبنا عجباتو الفكره، ديك الساعه رجع بويا للقصر. قال المحامي بلي من هنا الفوق يولي الحارس ديال الكلب، غيقابلو يتهلا فيه ويعطيه اي حاجه احتاجها. غير المحامي تحرك وهما جبدوا واحد الكتاب سميتو 500 طريقه لقتل بحادث، حيت الا جاو قتلوه غيمشيو للحبس والفلوس غتمشي للجمعيات. اول طريقه غيجربو هي يقتلوه بالضو، وهما كيلصقوا شي سلوكه في الثلاجه غيكون الكلب كيقرا الكتاب. كيفاش الكلب كيقرا؟ انت هو الكلب، هذا راه الحاج. والسيد فراس مالو 30 مليار وانت كتقول ليه الكلب؟ دوروا الثلاجة بالضو وبقاو عاصرين عليه. الكلب حتى هو مطاور، داز قطع الضو هو الاول عاد هز داكشي اللي خاصو. صحابنا ما فهموا والو، اواه كيفاش ما ضربوش الضو؟ حد جونغو يدو على الثلاجة يجرب، الكلب شحال الضو وهو يلصق. بدا كيغوت، اخر لقى حداه واحد العصا ديال البيسبول هزها وبقى عليه بها حتى تفك.
الخطة الاولى فشلات، ديك الساعة مشاو للكتاب قلبوا على خطة اخرى، خلاوه حتى نعس في الليل، جابوا واحد المنوم داروه ليه باش ما يفيقش، سدوا ليه عينيه وداوه فوق واحد العمارة باش ملي يفيق يحسب ليه راه في الدار ويطيح من تما. ولكن من ظهره جاب عبار مع واحد الرافعة، من الرافعة داز الكار مورا كاميو طوموبيل حتى من لي فيور بقى واقف حتى نزل. باش دير هاد العيبة راه خاص يكون عندك الزهر ديال الكلاب ولا مثل فيلم هندي. صحاب ناس خطو حيت فشلات ليهم حتى هادي، قصدوا الكتاب جبدوا وحده اخرى وبداو التنفيذ. هاد المره كانت الخطه هي يديروا ليه واحد الدواء كيسكت القلب، ولكن الكلب عاقبي في شي حاجه داكشي علاش ما بغاش يشربوا. وهما كيندبوا على زهرهم المكعور ضربوا على واحد الصوره فيها المحامي جوري وجوج اخرين سميتهم ارجون وكارن، وهما كيشوفوا ديك الصوره غيكون هاد ارجون وكارن كيهربوا من الحبس. غفلوا السيكوريتي ضربوهم خداو ليهم السوارت، فتحوا البيبان وخرجوا للساحه، تما قطعوا السياج ديال الحبس وعفاك. كون كان بريزون بريك هندي كون سالا في الحلقه الاولى. وهما علاقين من تما لسكران في واحد التران، ارجون يلا بغى يلصق ضرب على سبر ديالته محلوله، هبط يعقدها هو يجر معاه كارن طيحهم. تما دورهم السيكوريتي اللي كانوا تابعينهم ورجعوا من الحبس مره اخرى، وهما كيقصيو ضربوا على واحد الجورنال مكتوب فيه خبر موت جوري. من اللي عرفوا هاد الشيء كانوا غيطيروا بالفرحه، حيت مده طويله هما كيحاولوا يقتلوه ولكن ديما كان الكلب كيتدخل ويعتقو. كانوا كيحاولوا يقتلوه باش ياخذوا الورث حيت هما الاقارب الوحيدين اللي عنده، ودابا من اللي عرفوه مات قالوا مع راسهم باللي بقى بينهم بين الثروه غير هاد الحبس. ولكن ما في خبارهمش ديك الروينه اللي نايضه بين الكلب واخيل. في واحد النهار واخيل دخل الدار لقى خطيبته وباها جاو عنده، نسيبه فرح به بزاف. ولكن ملي قال ليه المحامي بلي الكلب هو اللي ورث كلشي ضربوا الضو، جر بنتو تحرك من تما، هي صاحبنا ما يحاول يوقفو ولكن والو. قال ليه اللي منحوس منحوس، حتى قلنا راك درتي لاباس وما بقيتيش مجلوق، في الاخر جا كلب يجمع لك حب وتبن. وهو كيقول لي هاد الشيء غيكون كارن وخو ارجون قاصدين الدار مور ما خرجوا من الحبس وغيسمعوا كلشي. ملي مشى باها جلس اخر مع صاحبه يفكروا في طريقه باش يقتلوا الكلب وياخذوا الثروه. وهما كيخطوا للكلب غيكون كارن وارجون كيخطوا ليه. في الليل مشى لواحد المنطقة ثلجية عزيزة على الكلب، دار فيها واحد التصدع، والنهار الآخر جابوا ليها، بقى كيلعب معاه شوية، لحل التنس جه التصدع، غير الكلب تبعها، وهو ضرب في الثلج هرسو باش يغرقو، في نفس الوقت ضرب أرجون تصدع موراه، باش أون فوا يغرق الكلب، يتبعو هو، هكا غيبقى ليهم الورد، ولكن الكلب مع وصل ليه التصدع، علق من فوقه، طل موراه ضرب على تصدع خور جاي في الاتجاه ديال آخيل، بدا كيجري عنده، آخيل تشوكا وما فهمش علاش الكلب جاي كيجري جهته، مع وصل عنده دفعو من فوق التصدع. هو طاح فيه. صاحبنا ملي عرف بلي الكلب غامر بحياته باش يعتقو بقى فيه الحال بزاف وندم حيت كان كيحاول يقتلو، داكشي علاش قرر يخليه في حالو. هيصاك وتحرك. من بعد ما مشى بايام قليله ارجون وكارا لقى واحد التغره باش ياخذوا الممتلكات، كانت عندهم واحد الشركه سميتها انترتينمنت يعني فحال سميه الكلب، وبالتزوير والمساعده ديال شي محامين وشي قوضات حرفوا الوصيه ورجعوا جوري كتب الاملاك ديالو في السميه ديال شركه انترتينمنت. هكا خداو كاع الممتلكات، حيدوا الكلب السلسله ديال الديامون اللي داير وجراو عليه من الدار. اخر ملي ساق الخبر لهذا الشيء رجع باش يعاون الكلب ويرد ليه الجميل حيت عتقو داك النهار. قال لي حبيب لي ارجون وكارا رجعوا المحامين والقضات، داكشي علاش صعيب نرجعوا الاملاك. رد عليه صاحبنا باللي عنده خطه. سولوا حبيب شنو هاد الخطه، قال لي اول حاجه خاصنا نزرعوا الفتنه بيناتهم ونخليو كل واحد كيجر لجيه، ديك الساعه كون اكيد بلي غيدمروا بعضياتهم. النهار الاخر مشى تقدم باش يكون الخادم ديالهم، وهما مع الغرور اللي فيهم قالوا مع راسهم الوالد الاساسي واللي خدام عندنا، والله الا هادي هي الفرصه باش نمسحوا في رجلينا. ولكن صاحبنا مع دخل وسطهم بدا كيجبد لهم الصداع مع بعضياتهم باش يدابزهم. في الاول بدا بداك الشيء بسيط، شمن ممثله كتعجبك الشكل ديال اللباس، وخلاهم يتخالفوا على هاد الشيء. موراها مشى جاب خطيبته دخلها وسطهم اللي بدورها لبس داك الشيء اللي كيعجب كل واحد منهم وخلاته يتزعط فيها ويولي باغي يتزوج بيها. بالفعل ملي عرفوا بلي كل واحد فيهم كيبغيها بقاو كيتغاوتو كيتسابو، وحتى قرب كارن يضرب ارجون وهو يتفكر ملي كانت امو كتوصي عليه. ديك الساعه وقف عنقو وقرروا يسمحوا فيها بجوج. صحابنا مور ما فشلات ليهم هاد الخطه جمعوا باش يديروا خطه اخرى. المهم ما مفاكينش، واش 30 مليار شغد فاك؟ هادو راه مازال كيديروا خطه باش يحيدوا لهم الورد. اجي تشوف هايطا كاتي في العوله كتسمع غاديك ود المعطي ضرب الجيله اللي بالا قتلو حيت دخل عنده جوج شبوره، مع اخي العايش معاهم في نفس الدار قدر يعرف بلي كارن وارجون كيخافوا من الجنون. داكشي علاش متل عليهم بلي الكلب مات بالعطش والشبح ديالو غيجي ينتقم منهم. ملي قال لهم حبيب هادشي ومشى بدا
آخر كيعاود لهم القصة ديال شي صاحبه كان قتل قطة وبقى تابعوا الشبح ديالها حتى انتقم منه. مور ما وكلهم الخليع مزيان ومشاو للغرف ديالهم ينعسوا، بدا كيدير لهم شي حوايج في الدار باش يخليهم يحسوا راه بصح الشبح ديال الكلب ملاحقهم. صباح ملي جا للدار ولا دار براسو يلا جا للدار حيت دوز الليل كامل كيخلعهم، بين ليهم راه ما كاين لا شبح لا والو، ووهمهم بلي كل واحد فيهم بغى يخلع الاخر باش يقتلو بسكته قلبيه ويدي الثروه بوحدو. صحابنا كيعرفوا هاد الشيء كبتوها ديال بصح حيت هاد المره القضيه فيها الفلوس، وهما كيدابزوا بدا كل واحد فيهم كيقول الاخر انا اللي رديتك راجل ودرت لك الفلوس. كيرد عليه الاخر سير يا المطنك، كل ما انا عطيت الرشوه للقضاه تكون راك مازال مقرد وكتحاول تقتل الكلب. المهم تفارشوا بكاع الجرائم اللي داروا وصاحب اخيل صور هادشي كامل، ولكن ملي بغى يجبد السادي طاح ليه بيناتهم. صحابنا كيشافوا عرفوا شي واحد دار بيناتهم الفتنه وكان كيسجلهم، يلا بغاو ينوضوا يشوفوا السادي شنو فيه، خطفوا لهم الكلب وخرج اخيل وهو كيقول لهم بلي غيصيفطهم للحبس بداك السادي. غوتوا لشي رجال وصيفطوهم ورا الكلب يحيدوه ليه، بقى الكلب علاق وهما موراه. سرقوا شي بيكالات وتبعوه بيهم حتى قربوا ليه وهو يلوح لهم اخيل بيكالا قدامهم طيحهم جمله، والكلب قاصد البوست ديال البوليس خرج قدامه ارجون وكارن. هزوا واحد الحديده في يديهم ونزلوا باش يقتلوه. يلا غيبداو يخبطوا، شدهم ليهم اخيل وضرب حبهم للراس لاحهم. خدا السادي من عند الكلب خبعو وشبك فيهم. ارجون واخا مكيلخ شويه ولكن راه صحيح، جا في اخيل بحده للراس وبدا كيدخل ليه في الكروشيات. كارن هز راسه لقاهم خدامين ضربه في ضربه فيك، مشى جبد الفردي تيره في اخيل ولكن من ظهره نقز الكلب قدامه وكلع عليه الدقه. اخيل ملي شاف الكلب مضرب بقرطاسه سخط شير على كارن بحديده طير ليه الفردي وقصده معاه، وصل لقى عليه واحد جوج مسمنات صمك ليه الطبوله ديال ودنيه كروشي للوجه وبدا عليه. جا ارجون كيجري شنق على اخيل وهو يخلطو مع حتى هو. ملي عطاهم قتله ديال الكلاب خلاهم كسلين تما بحال الكلاب، هز الكلب ومشى كيجري به للسبيطار. داروا ليه عمليه حيدوا ليه القرطاسه قدر يعيش، وفي الاخير دار هو واخيل عرس في نهار واحد، وحتى من كارن وارجون سمحوا ليهم وخلاوهم معاهم. اودي ديك 30 مليار تعيشكم الى يوم الدين، اغا بنادم كرشو كبيره وصافي. وانت الى خدا لك كلب الورد ديالك شغدير؟ وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. الى عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجي مع اصحابك. هادي انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، نلقاو في فيديو الجاي. بيس.